بالإضافة إلى مهام عملي في الهيئة كمستشار قانوني مساعد، يشرفني أنني توليت رئاسة مجلس الشباب في الهيئة، وأول مجلس للشباب حقيقة في الهيئة، وذلك بحكم عضويتي في مجلس الإمارات للشباب، وبحكم أيضا أنني توليت منصب المنسق العام لمجلس دبي للشباب. اليوم نحن عندنا في الدولة منظومة متكاملة من المجالس الشبابية. طبعا بحكم عضويتي في مجلس الإمارات للشباب، ومن خلال الالتقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه، في أول اجتماع لنا مع سموه كأعضاء لمجلس الإمارات للشباب، أول وصية كانت لسموه أن الاستماع ثم الاستماع ثم الاستماع. نحن حاليا متواجدين في أكبر مبنى حكومي مستدام على مستوى العالم. قررنا اليوم كأعضاء مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب أن نعقد اجتماع وجلسة عصف ذهني في هذا المكان الجميل. هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم جهة رائدة في الاستدامة، ونحن كمجلس للشباب حرصنا أن نتبنى الاستدامة كأحد القيم الأساسية لهذا المجلس. لذلك بنناقش اليوم في هذا الاجتماع العديد من المبادرات اللي بنطلقها إن شاء الله حول الاستدامة ودعم شباب الهيئة.